نعم نحن مع عراق واحد ويحمل علم واحد، ولكن لا بأس بعد أن نحل مشاكل المسألة الأمنية والوضع الاقتصادي والاجتماعي والدفاع وحماية على وحماية الحدود العراقية وإعادة وزارتي الداخلية والدفاع، تكون وزارتين عراقية وطنية تخدم الوطن والمواطن وليست تحزبية أو فئوية أو عرقية أو طائفية. ومن ثم بالتأكيد يعني هنالك أنظمة مختلفة لإدارة شؤون البلاد ومن ضمنها الفدرالية الإدارية فقط. أما بالنسبة للمنطقة الشمالية منطقة كردستان، ممكن ثلاث محافظات لها خصوصية في الإدارة، ولكن تتبع إلى الحكومة المركزية اللي تكون حكومة مركزية ديمقراطية حقيقية تخدم المواطن العراقي من شمال العراق إلى جنوبه.